بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، القامات الأجلاء، السادة ضيوف جمهورية مصر العربية، كل باسمه ووصفه ومكانته التي جاء منها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعبركم أحيي تحية كبيرة لرئيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المصريين الذين رعوا هذا المؤتمر وشرفوه. وعبركم أحيي سعادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي ما فتئ وهو لا يبخل على ذلك بوقت أو جهد أو فكر أو علم أو زمان أو مكان إلا وادخره لصالح مجد هذه الأمة الإسلامية وتأسيس الدولة الإسلامية الحديثة التي تقوم على أساس المواطنة وهي أساس للحقوق والواجبات. وأسأل الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يجنب بلداننا عموما ويجنب العالم أجمع من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. قضيتان مهمتان يبحث عنهما العالم اليوم وهي السلام والسلم والأمان، وهذه لا تتأتى في عالم متنوع إلا حينما يكون هنالك جلوس في موائد للحوار والتوافق على أساس العيش بسلام في العالم أجمع. وأن الإسلام عبر القرآن الكريم يؤكد على مبدئية السلام حينما أكد في آيات متعددة تمثل أكثر من 50 آية تتحدث عن السلام والمسالمة بصحيح العبارات، وأن لغة الحرب ومفردات الحرب والاحتراب لم ترد في القرآن الكريم إلا 6 مرات. وبهذا معنى عظيم في أن الإسلام مبدأه السلام والمسالمة والتعايش. ورسالتنا هذه، رسالة الإسلام هذه، هي رسالة عالمية للعالم أجمع، وهي خاتمة أو خاتمة للرسالات السماوية، ولطالما هي رسالة عالمية يجب أن تكون مبدأها في الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو المبدأ العام، وفي كثير من آيات القرآن التي تدعو إلى الدعوة الخالصة لله عز وجل لا تخرج من إطار الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وأن الحوار كما أكد على ذلك القرآن الكريم هو مبدأ خلقي قبل أن يكون مبدأ إنساني وقبل أن يكون مبدأ ديني. الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الإنسان تحاور مع الملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة. الله حاور الشيطان عدو الإنسان الأول، لما لم تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. الله تحدث مع آدم وتحدث مع الأنبياء وتحدث مع الكفار والمشركين بلغة القرآن الكريم الواضحة البينة. وأن الله تبارك وتعالى أكد في كثير من آيات القرآن أن هذا الدين يحترم الأديان والثقافات الأخرى، من مبتدأ آيات الله عز وجل الكبيرة إلى أواخر ما ختم الله به القرآن الكريم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إلى أن ختم الله القرآن هناك في سورة الكافرون، لكم دينكم ولي دين. هذا هو المبدأ العام، وأفتكر أن هذه هي الأساسيات والفرضيات التي يفترض أن تكون هي أساس لتكوين الدولة الإنسانية الحديثة المحترمة. التنوع دلالة على قدرة الله عز وجل. الله حينما أراد أن يبث وأن يوعي وأن يكلم الناس عن كمال قدرته سبحانه وتعالى جاء بمثال عظيم، وهو أن هذا التنوع في الألسن
وفي اللغات واللهجات وفي الألوان والأشكال وفي مختلف الدول، إنما هذه هي دلالة على قدرة الله عز وجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، دلائل على قدرة الله في الكون. فهنا ليس التنوع في حد ذاته هو التحدي، وإنما التحدي فيه هو كيف لنا أن نجعل من قدرتنا على إدارة التنوع. ويجب أن نعمل كلنا جاهدون في هذا الدين الإسلامي، أن نعمل مجتهدين في إغلاق باب الشر العظيم في هذا العالم الذي أرق مضاجع العالم أجمع، هي قضية الغلو والتطرف، قضية التشدد، قضية خطاب الكراهية. يجب أن يكون هنالك حاجز صد كبير ما بيننا وهؤلاء، وليس أذل وأعظم سلاح من ذلك إلا وهو بسط وتعزيز مزيد من الوسطية والاعتدال ومحاربة ومناهضة خطاب الكراهية وتفكيكه. وأفتكر أن الذين يتصدون لذلك هم العلماء والدعاة والوعاظ، وأكثر من ذلك هو كيف أننا ندرب شبابنا ونوعيهم في أنهم هم الذين يتصدون لهذا الشر العظيم في هذا العالم. وأفتكر أن دعوة الإسلام حينما نصرها الشباب، أفتكر أنه ستنتصر هذه الدعوة وعلى هذا الشر العظيم وهذا الشر العضال عن طريق هؤلاء الشباب، لأن الذين يحملون السلاح والتفجيرات ويفجرون أنفسهم أكثر من 90% من المتشددين والغلاة هم الشباب، لأنهم وجدوا فراغا روحيا وعملوا لأجله، ليس بالمادة فقط وإنما الخواء الفكري والروحي جعلوا من هؤلاء الشباب عرضة وابتزاز لهذا الطريق العضال. وأفتكر أنه لا بد من الاهتمام بقضية المرأة، لأن كثير من النساء هن من دفعن أبنائهن إلى الغلو والتطرف. لماذا؟ لأن المرأة أكثر من تتواجد في المنزل، وأكثر من ربت الأبناء والبنات، ولأنها أكثر ساعات تجلس مع أبنائها وبناتها، فبالتالي لا بد من الاهتمام بقضية المرأة تدريبا وتحفيظا وصيانة وتربية، حتى تكون هي برضو حاجز الصد الأول في سبيل تعزيز مبدأ السلام والتعايش بين المجتمع. أنا أشكر لكم السادة المصريين عموما، وأستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هذه الدعوة، ولبينا هذه الدعوة ليس من باب أن مصر هي دولة يجب أن نأتي إليها، وإنما من باب الاحترام والتقدير للدعوة الإسلامية، ومن باب الاحترام والتقدير منها لصالح الأمة الإسلامية، وهي تعمل جادة في خدمة الأمة الإسلامية أجمع. هذا ما جئنا من أجله لنصون هذه الدعوة، وأسأل الله أن يوفقكم في ذلك ويوفق ولاة أموركم في ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.